السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المتتبعين، مرحبا بكم معي من جديد. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال. على بركة الله نبدأ في المقادير. عندي 500 غرام ديال دقيق الفرص الممتاز، عندي 240 غرام ديال دقيق الفينو، وغنحتاج الماء دافي، وغنحتاج الملح، ومعلقه صغيره ديال العسل. بالنسبه للمسمن انا ما كنديرش فيه الخميره. ضفت شويه ديال الملح، الملح حسب الذوق، وغنضيف معلقه صغيره ديال العسل. الا ما كانش العسل متوفر عندكم تقدروا ديروا معلقه صغيره ديال السكر. بعد ما ضفت الدقيق ضفت الملح معلقه صغيره ديال العسل، وغنبدا نضيف الماء. الماء كنضيفه بالتدريج حتى كنجمع الدقيق، وغنعجن العجينه ديالي وندلكها مزيان. العجينه ما تجيش قاصحه وما تجيش مرخوفه بزاف كما كتشوفوا. بعد ما دلكتها غنغطيها بالبلاستيك او غطيوها بالسلوفان حتى كترتاح شويه. دابا غنبدا نشكل منها كويرات كما كتشوفوا. العجين ما شاء الله جات مطاطيه. غنقطع هاد القياس غنديرهم صغار شويه، نتوما الا بغيتو ديروهم كبار او لا صغر من هكذا. غنستمر بنفس العمليه حتى كنكمل العجين، وغندهن هاد الكويرات من الفوق بشويه الزيت ونغطيهم بالبلاستيك او السلوفان. الصور كيوضحوا الفيديو اكثر. هنا غنحتاج دقيق الفينو او السميده رقيقه، وغنحتاج الزيت للتوراق، وعندي هنا جوج المعالق كبار ديال الزبده، الزبده ديال التوراق اي نوع ديال الزبده. كما قلت لكم هنا كنحتاج دقيق الفينو او السميده رقيقه، انا غنستعمل سميده رقيقه. غنغربل هاد السميده مع خماره واحده حمراء. هنا عندي جوج معالق كبار ديال الزبده، غنضيف عليهم معلقه كبيره ديال الزيت، وغنخدم هاد الزبده مع الزيت حتى كتولي على شكل بوماط. صدقوني يا البنات هاد التخليطه كيجي بها الملوي مورق من الداخل. نفس الطريقه نخدمو بها حتى المسمن، كيجي مورق وغزال ما شاء الله. Thank you.
صافي كنبدا نسرح العجين، كناخد اول وحده كنطلقها بالزيت حتى كترقاق حتى كتبان لينا رخامه. غندهنها بشويه الزبده وغنرشها بشويه السميده اللي ضفت معها خماره، كنطويها على جوج كما كتشاهدوا معايا. يعني الطريقه سهله، ما كتشدش معانا الوقت والنتيجه رائعه. كنعاود ندهنها بشويه الزبده غير شويه، وكنرشها بشويه السميده، وكنتنيها المره الثانيه كما كتشاهدوا في الصور. في هذا الاثناء ضروري نسرحوا العجين ما يجيناش الملوي يغليظ من الداخل، وكنبدا نشكلها بهذه الطريقه كما كتشاهدوا معايا. غنعاود معاكم وحده اخرى. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الملوي اللي عندي، وغنبدا نطيبه. واحد الملاحظه يا البنات، الا كان الجو سخون ما ديروش خماره كاملها، ديروا غير شويه. الا درتو خماره كاملها غيختمر لكم العجين، والملوي الا اختمر ما كيجيش زوين. دابا الجو بارد، صافي بعد ما كملت العجين في التوراق درت المقله فوق النار حتى سخنات، رشيتها بشويه الزيت وكنبدا نطيب الملوي. كناخد اول وحده كنطلقها بشويه الزيت، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، السمك ديالها تكون غير رقيقه شويه ماشي بزاف، وما تكونش غليظه باش ما يجيكمش معجن من الداخل. والسر باش يجيكم مورق من الداخل كتخبطوها واحد شويه كيما كتشوفوا، وهي باقا سخونه كيجي مورق من الداخل. غنعاود معاكم وحده اخرى، كنطلقوا بشويه الزيت، السمك ديالها ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف كيما كتشاهدوا. الا كان غليظ غيجيكم معجن من الداخل، الا كان الملوي ديالنا رقيق كيجي زوين. تبعوا غير المراحل غادي ينجح معاكم ان شاء الله. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الملوي اللي عندي، ونتلاقى معاكم في طبق التقديم. وهذا هو الملوي ديالي، قدمته بهذه الطريقه، قدمته مع شويه العسل وشويه املو. غنقسم لكم وحده تشوفوا كيفاش كيجي مورق من الداخل، جا روعه ما شاء الله، جربوه ان شاء الله يصدق معاكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وشكرا لكم على المتابعة، والى فيديو مقبل بحول الله.